بالنسبه ليا والدي ديالي تيتحملوا المسؤوليه حيت المده ديال شهرين وهي مختفيه، راه ما يمكنش يعني راه وقت طويل وما خصهم يفكروا فيها وما يمكنش ما يكونوش ديكلاراو. خايش نقول لك هذيك خديجه راه كدابه خايش ما تتسواش كدابه، واش كاين شي وحده غير صباح 15 لواحد تبقى واقفه؟ ماشي لوجيك داك الشيء، ما تيدخلش للعقل. هذاك الوشامات هذاك الشيء راه قالت لك ديجا، خرجت الطبيبه بتصريح انه ديجا قديم ما دايز عليه الوقت اكثر من عام، ماشي عاد دار ولا شي حاجه، فهمتيني؟ 15 لواحد غير غتصبح وحده راه ما غاديش تنوض. خاي داك الشيء بالي انا غير كذوب، فهمتيني؟ الحشيه غاده بخاطره. ما كاينش غايجيو شي وحدين وغايهزوه بزاف، حتى شي بنت مابقاتش تخطف في 2018 هذه اصاحبي. واش فهمتيني؟ وتخطفت في رمضان، واه غشا صبوها في رمضان، واش هادو ماشي يخافوش الله؟ فهمتيني؟ قالت لك واحد شي ماطع لواحد ملايه بيضاء تبيعوها لواحد شي ايام تيفقص واحد عاود تيردها للبلاصه وشي يعطيها للاخر، راه خير ماشي بلان هذا فهمتيني؟ وديك قضية قضية فانو قضية ديال ديك الوشام راه هي باغا بخاطرها، واش بنادم غيشد بزاف وغيوشم ليه راه ما جات. الموضوع ديال خديجه داك الشيء غير مجرد اشاعات، وما اللي كتدفعها لذاك الشيء، ما هي خارجه لذاك الشيء. وسمعت قالك دات على 15 لواحد 15 لواحد راه تبارك الله على راه حطمت الرقم القياسي، فهمتيني؟ بالنسبه لها خصو على عطاوها وسام دوزها 15 لواحد. ومعني واش نقول؟ الله يهديهم، الله يهدي ما خلق. ما بنادم اي حاجه ما لقى ما يدير كيخرج اشاعات، ما لقى ما يقول كيخرج اشاعات، راني درت انا فعلت انا داروا لي انا فعلوا لي. المهم الحياه غادا كلها غير كذوب. هاد البلاصه ديال الدوله ما كاينش بنادم فيها. داك الزيتون، الزيتون ما تيجيش بنادم غير الزيتونه وكذا، وما تيجيش تشوفها واش زرعات ولا ناضت ولا كذا. واش فهمتي؟ راه ما بلانش غادا بخاطر، هذيك غادا على اجل الفلوس، فهمتيني؟ باغا الفلوس. سالين هذوك الوشامات هي دارت مطفيه الكارو، اصلا غير من خلال الهضره ديالها فهمتيني؟ بانت بانها مبليه من خلال الهضره ديالها، وديك الوشمه اللي كانت في الحيط فهمتيني؟ كانت شويه دايرها في يديها، اذا هي اللي باغا ذاك الوشام، وديك الوشمه باش عاودوا جاوا قلبوا واحد الصحافه اخرين حيداتها، علاش؟ ما بغاتش تبين بان هي راه هي اللي دايره داك الشيء، هي ظالمه ذوك الدراري. كتبان لي انا ديك البنت انها مبليه، اول حاجه كان عندها واحد الماضي اللي كانوا شي واحدين تعداو عليها ولا شي واحد كانت معاه ولا شي حاجه بحال هكا. هي ديك السيده منين دخلت تبلات وزاد شي حوايج هي دوك الوشامات كما قالت ديك الطبيبه، كما كعارفين الجميع عارف ديك الطبيبه داك الشيء هي اللي وعات الناس وراتنا شنو، حيت كل شيء تعاطف معها. حنا براسنا في الاول تعاطفنا مع هاد السيده، قلنا بانه راه تعداو عليها وهادي، ولكن منين جات ديك الطبيبه وشرحات للناس وشرحات للمجتمع باش يعرفوا شنو كاين، عرفنا الحقيقه ان ديك السيده بصح شي وحدين تعداو عليها في الاول، ولكن هي كملات هذاك الشيء.